السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، إن شاء الله الموضوع الذي سنتحدث فيه الليلة هو موضوع يحتاج إلى شيء من التركيز، التركيز إلى جانب صحة العقيدة، لأن لو العقيدة مهتزة قد يتسبب هذا في عدم فهم ما أقول. وأنا ترددت كثيرا في أن أتكلم في هذا الموضوع في هذا المسجد، كان من أول المواضيع التي أحببت أن أتكلم فيها لما وجدت المسجد فيه كم من طلبة العلم، ثم أمسكت عن الكلام فيه حتى تتبين لي يعني أن قد يكون لا رد فعل هناك، لأن هذا الموضوع إذا تكلم فيه مع أناس العقيدة عندهم يعني بسيطة فسيتسبب ذلك في أن يشك بعضهم في القرآن. لذلك أنا أمسكت قرابة 11 شهرا عن الكلام في هذا الموضوع، وإن كنت قد أشرت إليه قبل ذلك. وأعتقد أننا لا نحتاج إلى اللغة الإنجليزية. حد عايز إنجليزي؟ حد عايز انجليزي؟ كلنا، وبعدين ما فيش في النساء حد مؤقتا يعني، لكن لو ظهر حد في النساء هنرجع نترجم ان شاء الله. الموضوع الذي اردت ان اتكلم فيه هو موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ابتداء، ما معنى كلمة نسخة؟ نسخة معناها أمحى أو لغى أو أزال أو تسبب في نسيان، مش زي ما احنا بنقول مثلا خذ يا أخي انسخي الورقة دي يوم يحطها على مكنة التصوير، لا، هذا فقط اصطلاح تصالحنا بيننا وبين بعضنا أننا عايز نفس النسخة فيضعها على الماكينة ويقوم بالتصوير. ولكن النسخ اصطلاحا في القرآن الكريم أو في السنة هو أن يكون هناك آية ثم ألغاها الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب، من الذي يملك حق النسخ؟ الذي يملك حق النسخ هو الذي يحتل مكان أعلى من الآخرين، فيستطيع بعلو مكانته أن يعدل ما يشاء، ولكن لا يجوز أن يأتي النسخ من جاهل وإن كان أعلى مكان. يعني في رئيس في عمل جاهل ولكنه أراد أن ينسخ القانون الذي تعمل به منشأته، هو جاهل فغير القوانين. أمثال رؤساء الدول العربية كلهم في الفترة الماضية جهلا يغيرون ما يشاءون، فيضع القوانين الوضعية وينسخون بها كلام رب العالمين. هذا لا يقع ولا يعتد به، لا يمكن أن يعد الجاهل إنسان مخلوق على الرب العليم الخبير القدير الذي الحكيم الذي يعلم ما يقرره. إذن النسخ
قد يحدث من من هو أعلى منك درجة، زي مثلا الأب والأم في البيت، الأم قالت للولد سأعطيك 10 دولارات، لكن لما يأتي أبوك، فجاء الأب فقال إيش 10؟ ما في ولا مليم، خلاص نسخ كلام المرأة ويمضي على الولد ويمضي على أمه. وقد يحدث العكس، أن الأب يقول للأم أعطي الولد كذا، فتقول لن أعطيه، خلاص نسخت كلام الأب. هذا فقط للتقريب. أما النسخ في القرآن هذا أمر عظيم تقوم عليه مصالح العباد، وتقوم به الشريعة على الأرض، فكيف يحدث فيها نسخ؟ كيف يحدث النسخ فيها؟ قد يقول قائل إن النسخ لا يمكن أن يحدث أبدا من الله، لأن الله لا يخطئ. هذا كلام صحيح، أن الله تبارك وتعالى لا يخطئ أبدا، وإنما يقرر بحكمته وعلمه ما ينفع الناس. فمثلا ابتداء يأمر الناس بأمر لأنه يعلم أنهم ضعفاء، فيأمرهم بأمر ثم يخففه بعد ذلك وينزل أمرا آخر، فالأمر الجديد ألغى الأمر القديم. في حد عنده مشكلة لحد دلوقتي في اللي أنا بقوله؟ ولا كله مفهوم؟ كله مفهوم؟ طيب، فعندنا 3 أشياء، في عندنا المنسوخ والناسخ، يبقى عندنا الناسخ والمنسوخ. وأي إنسان عايز يتكلم في شرع الله أو في كتاب الله أو حتى في الأحاديث لازم يكون عنده إيمان بالناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فلا يعقل أن يحكم أو أن يأمر الناس بأمر هو منسوخ، ما ينفع، ما يصير. فإذا قيل له من أين أتيت بهذا؟ يقول هو في كتاب الله. فيأتيه من هو أعلم منه ويقول له لكن هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، فيرتبك لأنه لا يعرف ما منسوخ. يبقى الناسخ والمنسوخ أمر ضروري أن يلم به كل من يجلس ليعلم الناس. ليه؟ لماذا؟ حتى لا يحكم بما بطل، حتى لا يحكم بما بطل. يعني مثلا أضرب مثال، كان الصوم أول ما كان هو صوم يوم عاشوراء، كانت يدي الفريضة بس، صوم يوم عاشوراء، ثم زيدت إلى صوم أيام رمضان، لكن إن نام العبد قبل أذان المغرب عليه أن يواصل يوما آخر بغير أن يأكل أو يشرب أو يمس امرأته إن شاء. فأصبح الأمر صعب على الناس، وحدثت مشاكل استفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت حتى نزل التخفيف، وأصبح الصوم من قبل أذان الفجر إلى أذان المغرب، وأصبح صوم يوم عاشوراء سنة لمن أراد، وأصبحت الفريضة صوم شهر رمضان ابتداء لمن يقدر، ثم بعد ذلك أصبحت أمورا واجبة على الجميع ما لم يكن مريضا أو على سفر. فالذي ينسخ
هو الذي يقرر، والناسخ والمنسوخ في القرآن مبني على أصول. الأصل الأول، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يبقى ده إيه؟ الإشارة الأولى أن هناك نسخ. خلاص؟ أظن الآية دي معظم الناس يحفظها. ما ننسخ من آية أم ننسيها. النسخ قد يكون بإن نزل أمر بتغيير هذا الأمر السابق إلى أمر جديد، أو يتسبب حكمة الله عز وجل تتسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الآية التي أوحيت إليه. النبي هينسى؟ إحنا هنخرف؟ يعني الشيخ هيخرف؟ لا، عندك في سورة الأعلى ونقرأها في كل جمعة ونقرأها في كل عيد. ماذا قال الله عز وجل؟ سنقرئك فلا تنسى. وسكت؟ لو كان قال المولى عز وجل سنقرئك فلا تنسى، يبقى يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أمر ما، ولكن الله قال إلا ما شاء الله. إذن ينسيه الله بعض الأمور رأفة بالمسلمين وبالمؤمنين. مثال بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيره، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وكلم ربه ثم عاد فلقاه موسى عليه الصلاة والسلام، قال له ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. مضبوط؟ قال ارجع إلى ربك فإن الله قد فرض على أمتي أقل من ذلك ولم تحفظه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات إلى ربه حتى أصبحت 50 في الأجر و5 في العدد. إذن كل هذه الرجعات كانت نسخ، 50 ل40 30 مثلا وهكذا، كل هذا نسخ. ألم يكن الله يعلم سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلتقي موسى؟ يعلم أم لا يعلم؟ يعلم. طب لما فرضها 50؟ لأنه يعلم أن موسى سيتكلم في هذا الشأن، ففرضها 50 ليفهم المؤمنون أن الله بهم رحيم. لأنه لو كان أصر على 50 لما ما استطاع منا أحد أن يوفيه. كل واحد فينا على الأقل تفوته صلاة كل يوم. مضبوط؟ ممكن تفوتك صلاة في الجماعة، ممكن تفوتك يوم بحاله. فما بالك لو كان 50، متى تعمل؟ لو كان في الأخوات أحد يريد اللغة الإنجليزية، لأني أظن أن النساء قسم النساء فيه أحد. If you need English language, please inform me, please. إذن أراد الله أن يشكر ففرضها 50 ثم خففها إلى 5 صلوات، ولكن ماذا قال قبل أن يجعلها 5؟ قال لا يبدل القول لدي، فهي 50 في الأجر و5 في العدد. يعني برضو الله عز وجل لا يبدل القول لدي، وهو أصلا قد قرر سبحانه وتعالى أن يجعلها 50 ب50 أجر، فحفظ الأجر وحفظ الرقم ووصل إلى منتهى
ما أراد سبحانه وتعالى. هذه هي حكمته، هذا ما أراده سبحانه وتعالى، ولكن أراد أن يدرس الناس هذا الأمر فيشكروا ربه، فيشكروا ربه. فالمعول الأول هو قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها. المعول الثاني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طب والثالث؟ الثالث هو سيد الآيتين، هو سيد الآيتين. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذا الناسخ والمنسوخ في القرآن الغرض منه إيه؟ اللي هي الأخيرة، من يتبع الرسول، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذا الأمر كله ابتلاء واختبار، إذا الأمر كله ابتلاء واختبار ورحمة من الله، وإرادته سبحانه وتعالى أن يعبد ويشكر، أن يعبد ويشكر. طيب، ما هي أنواع النسخ؟ أنواع النسخ ثلاثة، أنواع النسخ ثلاثة. النسخ الأول هو نسخ الحكم والتلاوة، يعني كان في آية وكان في حكم لا تجدها في القرآن، لا تجد الآية ولا تجد المسلمون يحكمون بهذه الآية، خلاص اتنسخ تماما حكما وتلاوة، يبقى نسخ الحكم والتلاوة سويا. وفي نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وبقاء الايه؟ الحكم. احنا عندنا حاجتين، انا شايفكم نايمين، انتوا نايمين ولا صحيين؟ لا صحيح. الشيخ علي نايم، معلش جزاكم وجد الله يعين. اذا كان هذا الامر يعني غير جذاب لكم انا ممكن اتوقف. طيب لا ما اقصدش، والله انا مش عايز اضع عليكم حمل ثقيل، لأن أهم حاجة إن أنت لا تشك في القرآن هذا، أن هذا هو قرآن ربك. الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. الذي يهمني في الموضوع كله. فإذا كان هذا الأمر يعني ثقيل أنا ممكن أؤخره. نأخره شهر شهرين كمان ثلاثة مش مشكلة عندي أبدا. طيب. تاني. إذا الأمر كله ابتلاء. وعندنا في القرآن تلاوة آية وفي حكم مترتب على الآية، يعني كل آية لها حكم؟ لا، ليست كل آية في القرآن لها حكم، ولكن بيبقى في حكم وله عدة آيات تخدم، له عدة آيات إيه؟ تخدم. مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كل هذه الآيات تخدم الحكم بجلد الزاني والزانية إن كان غير محصنين، يعني مش متجوزين، لم يسبق لهم الزواج صحيح ابدا، اي زواج صحيح ولو ساعه. اذن الايات الحكم فين؟ الجلد. ايه الايات اللي خدمته؟ عده ايات تخدمه، خلاص. طيب الزانيه والزاني بنتلوها ولا بنتلوهاش؟ بنتلوها. والحكم باقي؟ الحكم باقي. إذا عندنا الآيات بتتلى والحكم باقي، يبقى الاثنين موجودين عندنا في القرآن. لكن في حكم آخر
اللي هو رجم المتزوج، الرجل والمرأة، نسأل الله يحفظنا، رجل متزوج يعني محصن زنا، سواء كان شاب صغير أو رجل كبير، متزوج زواج صحيح ومعه امرأة حتى لم تطلق المرأة أو ماتت عنه بعد ذلك وزنا، يقام عليه هذا الحد، لأنه أصلا ذاق الحلال، فلا ينبغي أن يقرب الحرام، فيقام عليه حد الرجل إن كنا في بلد مسلم يطبق شرع الله، فيقام عليه حد الرجل. طب أين حد الرجل في القرآن؟ لا تجده، مش موجود. اقرأ القرآن كله لن تجد آية تقول برجم المحصن الزاني، لكنها كانت موجودة في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم ونسخت رفعت تلاوة ولم ترفع حكمة، رفعت تلاوة يعني مش شكلها في القرآن، ولكن رفعت حكما يعني بقي يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أبو بكر، وعمل بها عمر، وعمل بها عثمان، وعمل بها علي، وعليها عمل الأمة الإسلامية كلها، حتى وإن كانت لا تطبق، لكن عليها العمل. خلاص؟ إذن هذا رفعت الآية تلاوة وبقيت حكما. طب هي كانت إيه الآية؟ الآية اللي أنا هتلوها الوقت مش في الكتاب، مش في كتاب الله، وأنا بتلاوتي لها مفيش 10 حسنات لكل حرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أدي 30. الآية اللي أنا هقولها دلوقتي مفيش عليها أي أجر بهذا الأمر غير أجر العلم اللي أنا بعلمكم بس لكم ولي. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما كسب من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أنا ماليش أي أجر في التلاوة دلوقتي، ولو قرأت هذه الآية في الصلاة تبطل بها الصلاة، تبقى بطل. يبقى أنا قلت كلام مش موجود في القرآن، لأن لازم أقرأ في الصلاة ما هو موجود في الإيه؟ في القرآن. فهمتوا دلوقتي؟ طيب إذا هذه الآية لا أستطيع أن أقرأ بها في القرآن في الصلاة، أستطيع أن أقرأها ليعلم الناس ويتعلمها الناس. والشيخ والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، البتة يعني حتى الموت، بما كسب من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. خلاص ما عادتش في القرآن ولا أستطيع أن أتعبد بها الله وأتلوها، لا ينفع ولا يصح. هذا مثال نسخ التلاوة، التلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، هذا قليل جدا في القرآن الكريم، يعني لا تكاد تجد إلا قليل جدا. أما الذي موجود في القرآن وهو في كثير كثير في القرآن الكريم هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني هتلاقيها موجودة في القرآن وبتقراها لكن ما تعرفش تعتد بها كدليل لما تريد أن تقيم حكم، لا تستطيع أن تستند إليها. مثال مرأة مات عنها زوجها، كم تعتد؟ كم مدة تعتد؟ طيب ليه ما قلتش الآية اللي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يطرب وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير إخراج. لكن سنة تفضل قاعدة مستنية سنة لا تتزوج إذا مات عنها زوجها. الآية دي مش موجودة في سورة البقرة؟ موجود، وحتى موجودة بعد الآية اللي فيها 14 و10، هذه في أول الصفحة على اليسار والثانية في أول الصفحة على اليمين في طالية. طب إزاي؟ ده دي موجودة قبل دي. أيوة بس دي اللي عليها العمل، وهذه نسخت وبقيت تلاوة، يعني أتعبد بها الله، أتعبد بها الله. طب ليه بقيت؟ أدام ما عادش بها شغل، بقيت لتعلم أن لتعلم النساء أن الله رؤوف رحيم. لتعلم النساء إيه؟ إن كان ممكن يحبسهم سن، ولكن رق لهم ورحمهم وجعل الانتظار حتى تتزوج 4 أشهر و10 فقط، لم يجعلها سنة كاملة. وبقي ليتلوها الناس ويذكروا نعمة الله عليهم. يبقى ده حكمة من أحكام النسخ. النسخ هو الله سبحانه وتعالى، لأن النسخ على وزن فاعل. من الفاعل؟ الله. من الناسخ؟ الله. طيب وما المنسوخ؟ الحكم القديم أو الآية القديمة. وقد يكون الناسخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون النسخ في السنة، وممكن حسب بعض الآراء الحنفية والمالكية وأحمد أن النسخ قد يأتي على القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقال الإمام الشافعي لا يمكن. يبقى رأي الشافعية، وفي قول آخر الإمام أحمد أنه لا يمكن، لأن القرآن أعلى من السنة، فكيف ينسخ الأعلى بالأدنى؟ ما ينفعش. لما يصير إن الأعلى ينسخ بأمر من الأدنى، ما ينفع هذا الكلام. لكن مثلا في بلد زي مصر ينفع. أراد الناس في الدستور الجديد إضافة بند يقول أن الحكم المطلق لله. دي فيها حاجة؟ هل فيها شك؟ إن الحكم إلا لله. فقالوا لا، إنما الحكم للشعب الذي أصر على هذا. العلمانيون والأغنياء والمهوسون والفنانون والطبالون والزمارون فأرادوا إلغاء هذه الآية، هذا البند من الدستور المصري تحت الإعداد حاليا. وفي جدل واسع في مصر، في صراع وقتال صامت بغير دم بين الإسلاميين وبين العلمانيين، أو اللي هم يبغونها عوجا. لا، يقول لك الحكم للشعب مش لله. حتى أنهم يريدون أن يفعلوا الآتي: يجرم من يسب النبي ويسب الصحابة. شيء جميل. كان قبل كده اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة لا يجرم. فلما جاء إلى البنا أن يقال يجرم من يسب ذات الإله أو النبي أو الصحابة، أزاحوا سب ذات الإله وأبقوا سب النبي والصحابة. ليه يا سيدي؟ يقول لك ربنا يقدر يدافع عن نفسه، لكن احنا لازم ندافع عن النبي وعن الصحابة. طبعا قول باطل، ولكن فيقول لك خرج ربنا من الموضوع، ما تحط لناش ربنا في كل بند من البنود. فهذا على طريق الكفر، هذا على طريق
الكفر ونسأل الله أن ينصر المسلمين. نرجع بقى للموضوع، يبقى احنا عندنا كم حالة من حالات النسخ يا شيخ منير؟ أيوه النسخ والمنسوخ، ده اسم الموضوع. إيه هي حالات النسخ؟ احنا عندنا حكم وتلاوة، عندنا ثلاث حالات. ركز تاني. نسخ الحكم والتلاوة، أدي أول حاجة، الاثنين يتنسخوا تماما. أو نسخ التلاوة ويبقى الحكم. ويبقى يعني إيه نسخ التلاوة؟ يعني ما عادتش في المصحف. ولكن طب والحكم؟ هو أنت تفتح وتلاقي الأحكام بتقع في المصحف؟ لا. الأحكام تفهم. طب إزاي هفهم الحكم والآية مش موجودة؟ عليها عمل الأمة، عليها عمل الأمة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ والاثنين دول قليلين جدا في القرآن. اللي كتير نسخ الحكم وبقاء التلاوة. أنا عايز بقى حد يكرر لي الثلاثة دول تاني. يلا بقى أنا مش عايز أحرج حد معين، طب يلا يا شيخ عامر. إحنا عندنا الحكم والتلاوة. حكم وتلاوة. في هكرر المرة الثالثة. في نسخ الحكم والتلاوة مع بعض. يبقى الموضوع ده انتهى نهائيا، ما تجيبش سيرته خالص. لأن اتلغى التلاوة، اتلغت وحكمها كمان اتلغى. طيب ننزل لأتقل منها شوية. وتبقى فيها شيء من اللي الناس تشك فيها. إن التلاوة تتشال من المصحف مش لاقيها، لكن الحكم باقي وعليه العمل وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء الراشدين وعليه عمل الأمة كلها. وإلى الآن يقام في السعودية على الضعفاء، ما يقام على الكبراء، لأن الكبراء بيلاقي من الطريقة يهرب بيها، لكن الضعيف يهرب يروح فين؟ فتقوم عليه الحجة فيطبق عليه، فيطبق عليه. مش لأن القضاء بيعبسوا بكتاب الله، لا، الكبير بصورة أو بأخرى برشاوي أصحاب الأدلة الجنائية، برشاوي هؤلاء أو بأي شيء بيهرب، فيبقى وقع في شبهة، ما وقعش في جناية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا يطبق عليه الحد. لكن سواء مسكين زنى، عامل بسيط مسكين زنى وقبض عليه، لا يعرف يرشي العسكري اللي قبض عليه ولا أي حاجة، ولا يعرف يهرب من هذا الأمر، فتثبت عليه الجناية وهو أصلا متزوج، إذن يطبق عليه الحد، يرجم حتى الموت، أو يضرب بالسيف فيموت. يبقى الغرض تم اللي هو يقتل، لأنه أصبح وباء على الإيه؟ على البلاد والعباد. إذا دلوقتي المقصود إيه؟ النسخ والمنسوخ. ها؟ النسخ والمنسوخ. إيه النسخ والمنسوخ؟ نسخ الآية لا، دي اسمها أنواع النسخ. أنواع النسخ. ها؟ ثلاثة. نسخ الآية ونسخ الحكم. نسخ التلاوة. نسخ التلاوة. نسخ الحكم. ونسخ الحكم. دي أول حاجة، وده مش موجود في القرآن ولا يلزمنا نتكلم فيه. نسخ التلاوة وبقى الحكم. نسخ التلاوة وبقي الحكم عملا في الأمة. ماشي جميل. والأخير اعكس بقى. بقاء التلاوة. بقاء التلاوة ونسخ الحكم. ونسخ الحكم. تعرف تقول هذا يا شيخ مزيد؟ هذا وصل. أصل المهم ده مهم جدا. حتى اغلط مش مشكلة. اغلط. في ثلاث أنواع. كل نوع واقف على شرطين، تلاوة وحكم. في أول حاجة الاثنين مع بعض. نسخ التلاوة ونسخ الإيه؟ الحكم. ده واحد. الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. والثالث اعكس بقى، نمرة اثنين، اعكس نمرة اثنين. نسخ الحكم وبقاء التلاوة. تعرف تقوله؟ خلاص يا شيخ منير؟
قولهم لي بقى انواع النسخ. ركز بس معايا كده، اصل ده مهم جدا. زي ايات الخمر يعني، احنا هنجيب الايات كلها، عندنا 20 صنف يعني تتلاها يعني فيها من الايات يعني فيها. لا انا عايزك تهدي لي بس كده عدد، اتفضل هدي لي عدد من غير ما تدي لي امثال دلوقتي. ها عندنا حكم التلاوة، أول صنف إيه؟ نسخ الحكم والتلاوة، الاثنين خلاص؟ طب واللي أخف منه؟ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، والثالث بقى اللي هو كتير في القرآن نسخ الحكم وبقاء التلاوة، الله يفتح عليك، كده تمام قوي، يبقى إحنا فهمنا الأنواع، فهمنا الإيه؟ الأنواع. اللي أصدر الأمر بالنسخ هو الله عز وجل، يقال عليه الناسخ سبحانه وتعالى، أو قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في السنة وقد يكون في القرآن. والمنسوخ هو الآية التي نسخت أو الحكم الذي نسخ، يبقى من كلمة نسخ معناها إلغاء، معناها إيه؟ إلغاء. ولكن لا يظن أحد أن النسخ لأن الله اكتشف أنه أخطأ، لا، إياك تكفر. لو ظننت أن النسخ بسبب أن الله اكتشف أن الآية التي قالها ليست حكيمة ولا ينتفع بها الناس، أو لأنه اكتشف أنها ستتسبب في مشاكل، هذا الإنسان يكفر، لأنه ظن بربه السوء وعدم الحكمة وعدم القدرة وعدم العلم وعدم الخبرة، إذن كفر من حيث لا يحتسب. وإنما هي لعظيم حكمة الله قدرها أولا، فلما علمها الناس وفقهوها وثقلت عليهم أراد أن يريهم أنه بهم رؤوف رحيم فرفعها. يعني أنت ماشي مع ابنك الصغير بتدربه انه يشيل شوبنج باك خفيفه كده، انت تصورت انه يقدر يشيل 5 طن، بتعطيله الكيس وتقول يلا ساعد بابا وشيل مع بعض، جه يشيل ما تتشالش، يشيل ما تتشالش، فتقوم انت تاخد منه اللي فيها 5 طن تديله واحده بهاوند بس، فقدر يشيلها وبقى ماشي فرحان ان هو بيساعد بابا فعلا، و نسي بقى حكايه ال5 باوند دي لانها تقيله. كذلك وفي اصناف كثيره هنضرب بها امثال. فالمهم ان تعرف ان النسخ يعني الامر ابتداء ثم نسخه او انساءه للناس او استبداله بامر اخر ليس لقصور في جلاله في جانب الله سبحانه وتعالى، بل لمنتهى كماله، هو قررها ثم رحم الناس وخففها. طيب عرفنا أصل النسخ، وعرفنا مين اللي بينسخ، وعرفنا المنسوخ إجمالي من غير أمثلة، إيه هي درجات يعني اتجاهات النسخ؟ احنا عرفنا أنواع النسخ، ايه اتجاهات النسخ؟ اتجاهات النسخ من امر الى بدل اشد، من امر الى بدل ايه؟ اشد، او من امر الى بدل مساوي، او من امر الى بدل اخف، او من امر الى غير بدل. فهمتوا الأربعة دول؟ أنواع النسخ عرفناه. طيب اتجاهات النسخ من أمر جديد لأمر خفيف، من أمر جديد إلى أمر موازي له أدو، من أمر جديد إلى ولا شيء، إلى إيه؟ ولا شيء، أو من أمر خفيف إلى أمر جديد. يبقى
من خفيف إلى بدل أشد، من أمر إلى بدل مساو، من أمر إلى بدل أخف، من أمر إلى غير بدل. ها مين هيقول لي دول؟ تفضل. من أمر أشد إلى أمر أخف. أخف، جميل. من أمر أخف إلى أمر أشد. ماشي. من أمر ومن أمر إلى مساوي له. ومن أمر إلى ما في أمر. إلى ما فيه. إلى لا شيء. دي أصناف. طيب. خلاص يا شيخ منير؟ أقول لك تاني. من أمر جديد إلى أمر أخف. أو من أمر إلى أمر مساوي له. أو من أمر إلى أمر أشد. يعني كان خفيف فشدد. خلاص؟ أو من أمر إلى لا شيء. ودي من الحالات الأربعة اللي ممكن إنها تحصل. يعني كان في قوانين صارمة تخففت شوية. أو في قوانين صارمة تشالت وتحطت قوانين تانية صارمة برضو تدي نفس المعنى. أو من قوانين صارمة إلى قوانين، من قوانين ضعيفة إلى قوانين صارمة. زي قوانين الإيميجريشن عندنا. هند. كل مرة عمالة إيه؟ تشتد. كل شوية يشددون. فده أمر نسخ إلى أشد. خلاص؟ أو نسخ إلى مساوي. أو نسخ إلى لا شيء. وهنضرب مثال بكل حال. هل هذا الأمر مستوعب حتى الآن؟ ها؟ في أي صعوبة في استبيان الأمر؟ لكن أهم شيء في كل ما قلناه أن تعلم أنه ابتلاء. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقله. ده أي حاجة بتحصل لك في الدنيا كلها مدارها على الآية دي. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. منع المسجد مثلا، منعت الصلاة في المساجد في أمريكا. فلو الناس يقول بركة جامع منعوا الصلاة يبقى احنا خلاص ما عادش عندنا صلاة. لا، أنت لازم تلتقوا سرا، كل واحد يعمل في البيسمنت بتاعه مسجد وتلتقوا وتصلي جماعة. لا تسقط عنكم جماعة إلا في القتال. حتى في القتال في لحظات الهدنة كان النبي، يعني لحظات السكون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة بالجند. يصلي ركعتين هو ونص الجند يجي يصلي ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والجند الثاني، واقف يحرس عينه مثل الصقر يراقب. فإذا هم العدو بالهجوم دفع عن المصلين الهجوم، ويفضل التنين يصلي فيصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلموا ويقوموا بالسلاح، ويدخل الذين كانوا قائمون إلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ويختموا الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. دي اللي اسمها صلاة الخوف.